أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. استعاد الجيش السوري الحر السيطرة على تلال استراتيجية قرب الحدود الأردنية بعد أن سيطرت عليها لساعات قوات النظام المدعومة بميليشيات إيرانية. مصادر ميدانية أفادت بأن قوات النظام وميليشيات حزب الله والميليشيات الإيرانية وصلت لمسافة تبعد 10 أمتار عن الحدود السورية الأردنية في ريف السويداء الشرقي قبل أن يشن مقاتلون من الجيش الحر هجوما معاكسا ويستعيدون السيطرة على المنطقة. أقدم تنظيم داعش ولأسباب غامضة على إعدام كبير الشرعي في سوريا الملقب بأبي بكر القحطاني في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي. ووفق أنباء متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن إعدام القحطاني يعود إلى اتهامه بتنظيم انقلاب سري ضد قيادات داعش. وتفيد الأنباء المتداولة بأن الجهة التي أصدرت فتوى إعدام القحطاني هي التيار الحازمي المعروف بالتشدد، ويحتل ما يسميه التنظيم ولاية الفرات وولاية الخير. دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس كوريا الشمالية إلى التوقف عن تطوير السلاح النووي، وإلا فإنها ستواجه نهاية نظامها وتدمير شعبها. وأضاف ماتس أن كوريا الشمالية لن تستطيع منافسة الولايات المتحدة في أي سباق نووي. جاءت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بعد تحذير من الرئيس ترامب لبيونغ يانغ بالنار والغضب. وردت كوريا الشمالية بالقول إن ترامب يفتقر إلى المنطق، وقالت بيونغ يانغ إن جيشها يضع خططا لإطلاق 4 صواريخ باليستية على جزيرة غوام الأمريكية بحلول 15 من هذا الشهر. أعلن الجيش الليبي بدء عملية برية موسعة لتحرير مدينة درنة من احتلال الجماعات المتطرفة. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري إن طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة دمرت قبل يومين جرافة قبالة ساحل مدينة درنة كانت تحمل إرهابيين وذخائر للعصابات الإرهابية. أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنشاء منصة جديدة تختص بتسجيلات الفيديو يطلق عليها شاهد، بهدف منافسة يوتيوب ونتفليكس وتويتر وغيرها من منصات التواصل. واستثمرت فيسبوك ملايين الدولارات في الحصول على حق بث البرامج غير الإخبارية والأفلام. إلى اللقاء.